وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من مكة المكرمة عبد الله معروف نائب مدير الاتحاد الروهينجي. أستاذ عبد الله أهلا بك معنا. يعني رأينا وضع اللاجئين الفارين من ميانمار، أقلية الروهينجا، الانتهاكات التي حصلت بحقهم. بدوركم كاتحاد، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم عن اللاجئين الفارين من هذه المنطقة؟ نعم، حقيقة يعني الذين فروا في الفترة الماضية أعدادهم تقريبا تم إحصاؤها قرابة 800,000 كما ذكر في التقرير. والواقع في داخل أركان حقيقة ينزل بمخاوف شديدة جدا. تصريح بعض الجهات على أنه لم يبقى في ميانمار إلا 79,000، هذا التصريح بحد ذاته مخيف بالنسبة لنا. إذا أن المتوقع عندنا من خلال الاتصالات مع الأهالي والمناطق الموجودة في الروهينجيا وراسم القرى التي بجهة الشرق، إلى الآن العدد أكبر من هذا العدد، ولكن دائما تلجأ ميانمار إلى تقليل الأعداد حتى إذا كانت هناك تصفية عرقية أو قتل جماعي أو إبادة جماعية، فإن الأعداد التي تبقى هي مقاربة للأعداد التي يصرحون بها. ولكن الواقع الذي نتوقع نحن يعني بعد خروج أعداد كبيرة خاصة من منطقة موندو ومنطقة بوشيدونغ ورافيدونغ أكبر المناطق الثلاثة التي يسكن فيها الروهينجيا، أحصينا العدد المتبقي في باقي المناطق خاصة من جهة كيوبتو ومنبرة والأماكن البعيدة عن منطقة النزاع مثل كيوكفو. هذه المناطق حقيقة المسلمون لا يزالون الروهينجيا موجودون فيها، والعدد أكثر مما يعني يذيعونه. نحن نتوقع أن العدد المتبقي يعني قرابة 500,000 العدد المتبقي في داخل الركام، ولكن لا تريد ميانمار أن تصرح بالعدد الحقيقي لأنها تريد أن تخطط لإخلاء هذه المنطقة والتصفية والمقابر الجماعية التي هي بنفسها أعلنت عن اكتشاف الكثير من المقابر الجماعية. نحن إلى الآن حقيقة نستغرب من صمت المجتمع الدولي وتقهقرهم في قضية الدخول إلى هذه المنطقة وتقصي الحقائق عن كذب وعن قرب. وإلى الآن حقيقة الدول بأجمعها رغم القرارات الصادرة رغم البيانات الصادرة من مجلس الأمن إلى الآن ليست هناك خطوة نحو الأمام. حتى في قضية العودة في اتفاقية الدولتين كان هناك شرط ومطالبة من المطالبات من مجلس الأمن وليس فقط من الروهينجيا أن تكون هناك وساطة دولية حاضرة خاصة أقلها يعني رعاية من الأمم المتحدة في قضية العودة وعودة اللاجئين، لأن المسلمين حقيقة الذين يعودون أيضا هم يكونون في دائرة المصير المجهول، لا سيما أن هناك فقدان كبير جدا للأمن بل انعدام تام للأمن، وخاصة الذين فقدوا كل ما عندهم ثم يعودون إلى العراق. نعم، يعني بالحديث عن إعادتهم إلى موطنهم هم بالتأكيد يعني هناك تخوف كبير من إعادتهم يعني إلى ميانمار، ما هي الضمانات لسلامتهم؟ هل هناك أي ضمانات سوف تقدم من الحكومة؟ نعم، حقيقة ليست هناك ضمانات واضحة، وما زال الاتفاقية بين الدولتين لا زالت يعني في طي الكتمان والسرية وكأنها عملية سرية بين الدولتين، ولا يريدون أن يفصحوا بالبنود والاتفاقيات التي اتفقوا بين الدولتين، رغم أن هناك مطالبات أن تكون عودة آمنة ومستدامة وكريمة وطوعية، وفي الأماكن التي خرجوا منها وليس في مخيمات اللاجئين يحتجزون فيها كما حصل في 2012 حين احتجز 250,000 نسمة في منطقة سيتوي إكياب في مخيمات هي أشبه بمخيمات الموت. نحن لا نريد حقيقة أن تكون العودة هكذا عودة عمياء، لابد تكون مكشوفة بحضور وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمنظمات الرقابية خاصة حتى تكون العودة عودة إنسانية حقيقية. أما قضية العودة بدون ضمانات فالروهينجيا للفضول رفضا تاما. وخلال هذه الأيام ربما كلنا شاهدنا يعني هناك كثير من الاحتجاجات في مخيمات اللاجئين لرفضهم قضية العودة بدون ضمانات وبدون رعاية دولية. نعم، عبد الله معروف نائب مدير الاتحاد الروهينجي كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.